السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. أعتقد ناس كتير كانت مستنية الحلقة دي، حلقة إزاي تقدر تزود ضغطاتك في مواقع اختصار روابط بدون ما تعمل بقى مشاركة للروابط على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك وتويتر والحاجات دي، وتقعد تتنطط بين الجروبات وتقعد تحط في قنوات اليوتيوب، والناس اللي بتجيلي في الكومنتات تقول لك ماتش مش عارف إيه وإيه، ويحط لك رابط مختصر. والكلام ده كله انتهى النهاردة بإذن الله، والنهاردة حلقة إزاي تقدر تزود ضغطاتك في مواقع اختصار روابط وتضاعفها 1000000% بإذن الله وبكل سهولة. والموقع ده موقع تبادل اختصار روابط جديد مميز جدا وبسيط جدا، فإن شاء الله الموقع ده هيعجبكم جدا. وركزوا معايا في الشرح، لأن الشرح ده مش بسيط قوي، يعني هو موقع بسيط لكن الشرح ده لازم تركز فيه عشان تقدر تشتغل في الموقع ده كويس. تمام، هنقرب بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، هو ده الموقع، دي واجهة الموقع. الموقع اسمه ميكس كليكس. الموقع ده يا جماعه كل اللي بيعمله انه بيعمل تبادل لمواقع اختصار روابط، مش تبادل بمعنى التبادل، انت بتاخد نقط والنقط دي بتحولها لضغطات، كل نقطه بتساوي ضغطه. لكن في بعض الشروط كده في الموقع وبعض الحاجات اللي لازم نفهمها كلنا باذن الله، وان شاء الله الموقع ده يبقى بسيط عليكم باذن الله، والشرح بتاعي يكون ان شاء الله بسيط. طيب نركز مع بعض. اول حاجه هتخش على كلمه مستخدم. لو نزلنا تحت اول حاجه كده هتلاقي بيقول لك، بيفهمك الموضوع، يعني يقول لك رصيد النقط، نظام الدعوات، شراء النقط. مثلا هنا عندك ممكن تشتري 1000 نقطه ب 2 دولار، يعني ال 1000 نقطه دول ممكن يجيبوا لك 1000 ضغطه، ال 1000 ضغطه دول ممكن يجيبوا لك 9 دولار 8 دولار 7 دولار 6 دولار على حسب الموقع اللي انت بتختصر فيه. فاعتقد ان صفقه مربحه جدا. يعني عندك هنا ممكن تشتري ب 5 دولار عن طريق البي بال كل الكلام ده 3000 نقطه، وممكن تشتري ب 8 دولار 5000 نقطه. ده ممتاز جدا يا شباب. ففكنا احنا موضوع شراء النقط ومن نظام الدعوات ورصيد النقط والكلام ده كله، خلينا نخش على طول في شرح الموقع. هنا طبعا بيديك فيديو كيف اعمل الموقع، ده اللي انا المفروض هعلمه لك النهارده. اول حاجه هتخش على كلمه مستخدم، بعد كده تروح عند مستخدم جديد، تقول له هنا البريد الالكتروني، تحط البريد الالكتروني بتاعك، وهنا تقول له الرقم السري، وتعيد الرقم السري مره ثانيه وتقول له تسجيل، وبيسجل معاك عادي جدا. وبتخش على تسجيل الدخول، تقول له ابقى متصلا، وتحط هنا الايميل اللي انت سجلت بيه، وهنا الباسورد، وتقول له تسجيل الدخول. طيب جميل جدا. طيب تمام يا شباب. اول حاجه هنا بتلاقي قدامك الضغطات التي قمت بتنفيذها، يعني كام ضغطه انت عملتهم او كام رابط انت ضغطت عليه من الروابط المختصره، وعلى كل رابط بتاخد نقطه. تمام، وهنا الروابط الخاصه بيه، يعني كام رابط انا حاطه عشان الناس تضغط عليه، وهنا النقط اللي معايا اللي انا ممكن استخدمها 450 نقطه. تمام جميل جدا. كل القائمه اللي قدامك دي انت مش هتحتاج منها اي حاجه، القائمه دي انت مش هتحتاج منها اي حاجه، القائمه دي بس انت هتخش على تبادل الروابط المختصره ونظام الريفرال، دول بس انت تحتاجهم في الموقع كله. هنروح عند الروابط الخاصه بيه نشوفها. اول حاجه هنا يا شباب، انا كان معايا 50 نقطه بقوا 37، يعني كده في 13 ضغطه اتضغطوا على موقع اختصار بتاعي. تمام، تاني حاجه هنا الحصول على النقط. هنا ازاي ممكن تجيب نقط؟ اول حاجه هشرحها لك ازاي ممكن تجيب نقط. هنضغط على كلمه بدء التصفح. تمام يا شباب، بركز معايا في النقطه دي كويس جدا، لان النقطه دي هي اكتر نقطه هتفيدك في الموضوع كله. بعد كده هنروح على اضغط هنا لتصفح الرابط. جميل، هتلاقيه بيفتح لك رابط على مدونه عاديه جدا جدا جدا. تمام، مكتوب هنا صفحه انتقال، هتفهم كل الكلام ده دلوقتي لما اعلمك ازاي ممكن تعمل الرابط. كل اللي هتعمله هتضغط على اضغط للانتقال، هتلاقي موقع اختصار روابط. تمام يا شباب، هتلاقي هنا موقع اختصار روابط، كل موقع بقى وحاجته. انت مثلا بتختصر في جيت سي ار ال، بتختصر في مانتو لينك، بتختصر في اي حاجه، فانت كل موقع هتلاقي الحاجه بتاعته. هنا مثلا نطلع على فيزيت لينك دي. تمام، هتلاقي هنا بيقول لك استنى 5 ثواني، كل موقع وليه الحاجه بتاعته. تمام يا شباب، تمام، هنستنى هنا 5 ثواني. حاول انك تصبر على الاعلانات عشان الناس دي كل واحد ياخد حقه. يعني اطلع على جيت لينك، نخرج هنا، اضغط على كلمه جيت لينك، هتلاقيه بيفتح لك حاجه ثانيه خالص. تمام، هتروح عند الرابط هنا، هتبص تحت كده، عندك تحت خالص اسفل الصفحه على الشمال تحت كده هتلاقي جوجل دوت جي ال او جي او او دوت جي ال. لقيت الرابط ده كده تمام. لو لقيت رابط مختصر تاني اعمل ابلاغ عن الرابط ده، لان هو كده بيغشك، فانت لازم تلاقيها كده بالشكل ده كده، جوجل او اختصار رابط جوجل، الناس كلها عارفاه جي او او دوت جي ال. اضغط على الرابط هنا. تمام، تم تفعيل الرابط. كان معايا 450 نقطة، هنعمل تحديث بقى 451 نقطة بس بكل بساطة. تمام يا شباب، تمام. نصيحة أو ملحوظة، مش نصيحة يا ملحوظة، لما تيجي تجيب نقط هتلاقي اضغط هنا دايما، لو ما لقيتهاش يعني قدامك هتدور على حاجة سودة متحددة بأصفر. تمام، خلينا مثلا نروح عند حاجة تانية.
انا معاكم للاخر عشان الناس كلها ما تجيش تقول لي انت ما شرحتش نقطه معينه. هنضغط على اضغط هنا لتصفح الرابط تاني، تمام؟ رابط تاني اهو، تمام؟ to go for link اضغط عليها، لقينا لينك بنفس الاختصار اللي فات، هنضغط عليه. هنستنى هنا بليز ويت 5 ثواني، هنستنى. تمام، جيت لينك، اضغط على جيت لينك هنا، عم يفتح لك بس الصفحه. تمام، فتح لك دي كده مثلا، لقيت كلمه ريد مور زي ما انتم شايفين متحدده باصفر. طالما متحدده باصفر يبقى هي دي الصفحه اللي احنا عايزينها. اهم حاجه تكون متحدده باصفر، تكون بتتكتب بالاسود بالابيض باي حاجه، المهم تكون متحدده باصفر. اضغط على ريد مور، هتلاقي مكتوب تم تفعيل الرابط وكده انت خدت نقطة. يبقى انت تدور على الحاجة المتحددة باصفر، تمام يا شباب؟ دي حاجة هم متفقين عليها في الموقع، تمام؟ دي حاجة هم متفقين عليها في الموقع ان هو يكون متحدد باصفر. طيب جميل جدا كده، الموضوع ده انتهى. ازاي ممكن تحصل على النقط؟ هي بسيطة جدا. علامة الصح دي بتجي لك طبعا، بيقول لك يعني ان انت عديت الرابط ده. عايز تعمل ابلاغ عن اي رابط، ضغط على ابلاغ عن الرابط، تمام؟ نيجي بقى للحاجة التانية، ازاي ممكن تختصر رابط او ازاي ممكن تحط الرابط بتاعك. بسيطه جدا، مش قوي يعني، المهم ركز كده. هنضغط على الرابط الخاصه بيه، تمام؟ اول حاجه هتفتح بلوجر، تفتح بلوجر، هتعمل مدونه جديده، اي مدونه، تمام؟ هتعمل اي مدونه، يعني مدونه جديده خالص من غير اي حاجه، مش عايزين منها اي حاجه، المدونه دي مدونه جديده، تمام؟ طيب نركز كده مع بعض. عم ده يفتح، هتضغط على كلمه حجز مكان للرابط المختصر، وقبل ما تضغط تتاكد انك معاك 50 نقطه. اتاكد انك معاك كام؟ 50 نقطه. قبل ما تضغط على حجز مكان للرابط المختصر اتاكد انك معاك 50 نقطه، تمام؟ مش هيرضى يعمل اي حاجه غير لما يكون معاك النقط الكافيه. يبقى يكون معاك كام؟ 50 نقطه. فنضغط على حجز مكان للرابط المختصر، جميل جدا. نستنى بس لحد ما يبدا. هتلاقي الرابط بتاع مين؟ بتاع goo.gl بتاع جوجل اللي بيخليك تفعل الرابط. قول له هنا كوبي، هتنزل تحت هنا تلاقي بيقول لك حاله الرابط غير مختصر، يعني لسه حتى ما تمش اختصاره، فانت مش هتختصر اي حاجه. كل اللي هتعمله هتخش على بلاجر هنا، ولا مش هي دي بلاجر اللي انا عايزها، انا هخش على البلاجر الثانيه اللي انا مسميها اي بتاع، دي بلاجر جديده يعني انا عاملها، دخل عليها 15 شخص، معنى كده ان الرابط ده شغال وبيجيب نقط وبيجيب ضغطات. هنروح مثلا هنا عند مشاركه جديده، وتروح عند اي موقع، اي موقع، وتنقل اي بوست، اي تدوينه خش عليها، عشان موقع الرابط المختصر او موقع الروابط المختصره دي ما تقفشكش، تمام؟ تخش على مثلا زي حاجه زي اكوام مثلا، بتاع افلام، بتاع اي حاجه، خش خد اي حاجه مثلا، مثلا الفيلم ده مثلا، ده اعتقد انه فيلم، فنخش ناخد الفيلم ده بكل بساطه، وبتاخد مثلا الكلمتين اللي في الاول دول بتحطهم عندك هنا، تمام؟ بالشكل ده، وبتخليها مثلا بالاسود، بالاسود بالشكل ده كده، تمام يا شباب؟ سيبك انت من اي حاجه وننزل تحت، او مثلا ناخدهم كده ونقول لهم تمام بالشكل ده، ونقول له انزل تحت، وبعد كده ناخد بس الصوره دي بكل بساطه كده، كده اهو بالظبط، تمام؟ ونقول له الحجم الاصلي، تمام؟ تحت هنا كده، ونروح عند نص الصفحه، تمام؟ وهنا نعمل الخط بولد ونخليه هنا ومتحدد بالاصفر، لا نخليه اسود ومتحدد بالاصفر، ونقول له تحميل مثلا، تحميل الفيلم ده مثلا، ونقول له نخليها مش عنوان مثلا، نخليها عادي، ونخلي الخط كبير جدا او الاكبر مثلا بالشكل ده كده. وبعد كده بتنقل، للاسف معلش، بترجع تاخد بس ده، تمام؟ وبتحطه هنا. يبقى انت بتعمل ايه مره ثانيه عشان حاسس ان الناس ممكن تكون اتلخبطت؟ كل اللي بتعمله انك بتخش على المدونه عادي جدا، بتعمل مدونه جديده، بتعمل مشاركه جديده، بتاخد اي بوست او اي مشاركه او اي تدوينه من اي حته، وبالذات يعني لو تدوينه فيها تحميل او اي حاجه، وبعد كده بعد ما تنقل التدوينه دي عندك جوه البتاع بتاخد بس كام كلمه، يعني ما بتاخدهاش كلها، بتاخد الصوره بتاعت التدوينه وبتكتب كلمه تحميل بالاسود وبتحددها بالاصفر. المهم تكون محدده بالاصفر، باي لون بقى مش مشكله، المهم تكون متحدده بالاصفر، تمام؟ عشان الناس بس اللي بتضغط تبقى عارفه. وبعد كده بتحط، بترفق معاها او بتحط ارتباط يعني معاها الرابط اللي انت خدته من الموقع اللي هو بتاع حجز مكان للرابط المختصر. جميل جدا يا شباب، اعتقد ما فيش اسهل من كده، تمام؟ بعد كده بتقول له
هنا عنوان المشاركه بيبقى اي حاجه وتقول له نشر. جميل جميل. بس بعد ما بتتنشر نخرج بس من دي نقول هنا كنسل بس. هتخش على الكوبي لينك ادريس وبعد كده بتخش على اي موقع اختصار. انا مثلا اختصر في جيت سي ار ال مثلا، نقول له هنا اختصر لي الرابط ده، هنقول له شورتن وناخد اي واحد فيهم مثلا، ناخد الاولاني وبعد كده هنروح على الصفحات او تروح على تويتر او تروح في اي حته تنشر الرابط ده. لكن قبل ما تنشر الرابط ده هنروح هنا نحط رابط جيت سي ار ال، الرابط اللي انت اختصرته بتحطه هنا على اضافه الرابط المختصر. بتروح عند اضافه الرابط المختصر وتحط الرابط اللي انت اختصرته، رابط التدوينه اللي انت اختصرتها. تمام، اتمنى تكون مركز معايا. رابط التدوينه اللي انت اختصرتها بتحطها هنا، يعني انت بتحط التدوينه بتاعتك وبتختصر، بتحط رابط بتاع حجز مكان للرابط المختصر ده اللي هو مختصر في goo.gl، اختصار رابط جوجل، بتحط جوه التدوينه وبتختصر رابط التدوينه بتحطه في مكان الرابط المختصر هنا. هتلاقي هنا بيقول لك انك ناقص المشاركه، كلمه مشاركه وعندها علامه تعجب، لسه انت ما عملتش مشاركه. فانت بتروح عند كلمه اذر هنا، تمام، بتخش عند كلمه اذر وبتنقل الرابط ده. انا عارف ان انا دوختكم بس هي بسيطه، بتنقل الرابط ده هتتعود عليها يعني. تمام، وبعد كده بتروح عند كلمه الصفحات، الصفحات هنا، او بتخش على تويتر وتحطها في تويتر، او بتخش على جوجل بلس وتحطها في جوجل بلس، عادي جدا. لكن الافضل او الاسهل الصفحات، او براحتك يعني، تكتب صفحه جديده. تمام، ويكتب هنا صفحه انتقال وتروح هنا بلاش عنوان، ماشي عنوان مش مشكله وعادي، ونحطها في النص ويقول له اضغط هنا. تمام، ودي نخليها الاكبر عشان الناس تشوف، وتقول له ارتباط وتحط هنا. تمام، وبعد كده تقول له هنا بالاسود وبالاصفر او بالازرق والاصفر، قول له نشر. جميل جدا. طبعا دي بقى هنحطها فين؟ هنحطها في الموقع مره تانية في المشاركه. بس يا شباب، اضافه رابط المشاركه زي ما انت شايف دلوقتي بقيت فعال وخد مني 50 نقطه كمان. بس هي دي الطريقه البسيطه جدا يا شباب ازاي ممكن تحط رابط في الموقع ده. اي استفسار قوله لي في اسفل الفيديو. اعتقد ان الموضوع بسيط جدا في الموقع ده، وانا عارف ان ممكن الناس تكون داخل شويه في الطريقه اللي الموقع ده بيحط فيها الرابط، ولكن هو بيعمل تمويه عشان موقع اختصار رابط ما تركزش في الموضوع ده، لان المواقع دي عادت بتركز في الرابط ده رايح فين وجاي منين. فالموضوع بقى صعب جدا في مواقع اختصار رابط زي جيتس ار ال والمواقع الكتيره دي. انا طبعا دي مش استراتيجيه ولا اي حاجه، لا، المواقع بتكسب عادي جدا واحنا بنكسب عادي جدا، فالموضوع بسيط. فالموقع ده يا شباب انا شايف ان هو موقع كويس جدا، انت ممكن تستفيد منه بشكل كبير. خلينا نكمل شرح الموقع. عندك بقى هنا نظام الريفرال، بتاخد 10% لو اي حد سجل من خلالك. هتلاقي رابط تسجيل اسفل الفيديو، اعتقد ان انا اللي عرفتك الموقع، فما تبخلش عليا انك تسجل من الرابط بتاعي، هتلاقي اسفل الفيديو. تمام، وهنا شروط الاستخدام، مفيش اي شروط. الشروط اللي انا قلت لك عليها هي بسيطه جدا. اول حاجه ان انت لو لقيت اي رابط مخالف للي انت بتعمله، يعني مثلا لقيت رابط اختصر رابط مرتين، تمام، لقيته مختصر مرتين ورا بعض، اعمل له ابلاغ، لانه لو اتعمل له ابلاغ ثلاث مرات هو شخصيا بيتحذف، يعني هو شخصيا ممكن يتعمل له هو بلوك خالص من الموقع، او لو الموقع عمل عقاب خفيف شويه بيمسح له النقط اللي عنده كلها بالروابط بتاعته. فالموضوع ده بيبقى صعب شويه على الناس، لان موضوع انك تجيب روابط مش سهل، انك تحصل على 50 نقطه بانك بتضغط على 50 رابط اختصار روابط، فالموضوع مبقاش سهل. تمام يا شباب، فاتمنى تكون فاهم النقطه دي، ولقيت اي حاجه مخالفه حاول تعمل لها ابلاغ عشان الموقع لسه في البدايه ومش عايزون يبدا غلط يعني. بس كده، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى الموقع ده يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقات ثانيه. ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه من الرابط او من الزر الاحمر اسفل الفيديو. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في فيديو جاي. رابط تسجيل الموقع ده هتلاقي اسفل الفيديو في الوصف. بس كده، سلام.